اللي جاي، السبت اللي جاي ولا لا. طيب خلينا نروح بما ان احنا مش هنقدر ننقل لكم اجزاء من التمرين، لكن خلينا نروح لنادي الاهلي في الجزيره. فاروق صلاح زميلنا هناك طبعا مراسل قناه النادي الاهلي، معاه اخر التطورات واخر الاخبار، ويمكن حتى قبل بدايه التمرين ممكن يكون عنده جديد نعرف منه اخر الاخبار واستعدادات النادي الاهلي لمواجهه الترجي يوم السبت القادم. مساء الخير فاروق. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خلاص يعني النهارده هيبدا بقى التحضير والاعداد لمباراه الاهلي والترجي التونسي. زي ما انت عارف يا احمد ان النادي الاهلي بعد العوده من رحله تونس مستر مارسيل كولر منح اللاعبين راحه لمده 48 ساعه. كان من المقرر النهارده ان يكون موعد انطلاق المران في تمام الساعه السادسه، نظرا طبعا لارتفاع درجه الحراره او درجه الحراره العاليه. فضل مستر مارسيل كولر والكابتن خالد بيبو مدير الكره تاخير موعد انطلاق التدريب الى الساعه الثامنه. يعني تقدر تقول الاستعدادات خلاص يعني بتبدا بقى ان احنا نحضر لهذه المباراه. ان شاء الله تكون يعني مباراه الحلم الكبير ومباراه التتويج باللقب الافريقي باذن الله. ان شاء الله باذن الله. يمكن الحقيقه يمكن اصابه علي معلول لخبطت حسابات كولر في مواجهه الذهاب، وبالتاكيد الشغل الشاغل للتفكير في البدايل. هنا كنت بتكلم يمكن يا فاروق قبل ما تدخل معانا على طول على الهواء في امكانيه لحق احمد نبيل كوكا بالمباراه، وخصوصا انه في بداياته كان دايما بيلعب كباك شمال، ممكن يكون ورقه مهمه جدا حتى لو ما شاركش بشكل اساسي. انا اشتب كريم فؤاد واعتقد انه لعب جيم كبير جدا، خامه كريم الدبيس واحده من الاوراق اللي ممكن برضو تكون يعني عامل مهم في التعامل مع مشكله غياب علي معلول. لكن وجود احمد نبيل كوكا وتالقه في الفتره الاخيره وتواجده على قائمه الاهلي اعتقد ممكن يكون مفيد جدا في الحاله دي. عايز اعرف منك اخبار طبعا تحديدا احمد نبيل كوكا، انا عارف انه هيخضع لاشعه النهارده او لكشف طبي النهارده، لكن لو عندك جديد فيما يخص الاصابات بشكل عام واحمد نبيل كوكا بشكل خاص يهمني نعرف جمهور نادي الاهلي بيها. يعني احمد خليني يعني اخد المشهد من البدايه، هنتكلم على تفاصيل التدريب وهنتكلم ايضا على الاصابات. يعني عايز اخدك بس في نقطه مهمه جدا، ان المستر كولر لما منح اللاعبين اللي راحه لمده 48 ساعه، مستر مارسيل كولر ما بياخدش راحه، بالنسبه له الامور والتحضير لمباراه الترجي هو الشغل الشاغل. يعني على مدار اليومين الماضيين مستر كولر اتفرج على مباراه الاهلي والترجي اكثر من مره، اتفرج على مباراه الترجي وماميلودي وسان داونز مباراه الاياب، اتفرج على يعني مجموعه من مباريات الترجي في خارج ملعبه. يعني المباراه طبعا المباراه الاولى انتهت بنتيجه التعادل السلبي. فريق الترجي لسه عنده طبعا الامل في المباراه 50-50، لكن يعني هي نتيجه خداعه، لكن ان شاء الله يبقى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. النهارده طبعا من المقرر ان مستر مارسيل كولر هيعقد محاضره مع اللاعبين قبل انطلاق المران. عايز اقول لك ان على مدار يعني من وقت وجود الفريق في تونس وحتى هذه الايام في جلسات بيعقدها اللاعبين مع بعض. يعني دور كبير جدا للكابتن محمد الشناوي اللي عقد اكتر من جلسه مع اللاعبين. خليني اقول لك ان هو كان يعني كمان بيتكلم مع اللعيبه ان احنا بنحط سيناريوهات للمباراه، كانت من المباراه الاولى في حاله ان الفريق لو استقبل الهدف، في حاله ان احنا لو جبنا هدف، الامور دي كلها اللعيبه بتحضر. يعني امور ده اللي بتدل على طبعا احمد على كم الخبرات اللي بيملكها لعيب النادي الاهلي ان هم بيحطوا سيناريوهات للمباراه. بالنسبه للنقطه الاهم احمد، لو على بالتحديد يعني علي معلول اللي طبعا نتمنى له كل السلامه وعودته سريعا. طبعا علي معلول بالامس كان اجرى العمليه الجراحيه على احد يعني يد احد كبار الاطباء المتخصصين في الجراحه في هذه الامر، يعني جراحه الوتر اكيليس. يعني تقدر تقول ان شاء الله علي معلول لعودته ان شاء الله يعني تبقى قريبا باذن الله. طبعا عندنا كان مجموعه من الغيابات اللي كانت بتغيب عن النادي الاهلي لظروف الاصابه. اقدر اقول لك النهارده باذن الله من المقرر ان احمد عبد القادر هيشارك في جزء من المران الجماعي. ايضا احمد نبيل كوكا من المقرر النهارده طبعا ايضا هياخد جزء من المران الجماعي. عمرو السوليه لسه تقدر تقول خلاص في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي للموضوع لعمرو السوليه. نقطه المركز الظهير الايسر هي تبقى نقطه الشغل الشاغل بالنسبه لمستر مارسيل كولر. هل كريم فؤاد، هل احمد نبيل كوكا، هل كريم الديبيس؟ تقدر تقول بقيه العناصر طبعا كلنا عارفين سواء الاهلي او الترجي في استقرار سواء على كافه العناصر اللي موجوده في كل فريق، ولكن هي النقطه زي ما انت اثرت يا احمد ان في نقطه مهمه جدا انت قلتها في مستهل كلام.
ان ما حدش كان يعرف ان ظروف الاصابه ان علي معلول في اول دقائق اللقاء طبعا يتصاب بهذه الاصابه، فاكيد بتحط سيناريوهات لهذه المباراه. عايز اقول لك ايضا ان النادي الاهلي يعني في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي من المقرر غدا ان شاء الله ان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بصحبه وفد من النادي الاهلي ومجلس الاداره هتتجه طبعا لاستقبال فريق الترجي التونسي اللي هيصل القاهره مساء غدا ان شاء الله، هيكون وصوله غدا باذن الله. قبل الوصول طبعا فريق الترجي برضو اللي عايز يقربك من الصوره والتحضير لهذه المباراه هيأدي التدريب غدا في تونس، ثم طبعا هيتجه الى القاهره هيأدي ايضا تدريبه الرئيسي يوم الخميس اللي هيكون مفتوح فيه 15 دقيقه لكل وسائل الاعلام، ثم طبعا التدريب بيبقى مغلق يوم الجمعه سواء للنادي الاهلي او لنادي الترجي. داخل النادي الاهلي اكثر من خليه عمل، مجلس الاداره والتحضير والكلام كتير جدا. الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي دكتور سعد شلبي، العميد علاء صلاح المنسق الامني، مجلس إدارة النادي الأهلي بالتنسيق على كيفية خروج اليوم بالشكل اللي يليق باسم وقيمة النادي الأهلي، يليق باسم وقيمة جمهورية مصر العربية، وإن المشهد إزاي يبقى يعني يليق دايما بالنادي الأهلي. التنسيقات بتتم، التنظيم بأنه يظهر بالشكل، أعتقد إن شاء الله هتبقى أمور تليق بالنادي الأهلي. ربنا يكملها على خير يا رب، نقدر نحقق الانتصار في هذه المباراه وتبقى لقب جديد بيضاف الى السجل للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه ويكون اللقب ال 12 باذن الله. طبعا يا احمد انا موجود معاك في اي استفسار في اي تساؤل، انا موجود معاك. لا انا بضيف على كلامك بس انه يعني احنا الحقيقه انت عارف انه اكتر فرحه بتهم جماهير النادي الاهلي في الموسم كله، ومفيش فرحه ومفيش لقب ومفيش بطوله بيضاهي طعم واحساس جماهير النادي الاهلي بالتتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا، تظل هي البطوله المفضله، تظل هي البطوله الاهم بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله ان يوم السبت القادم تكون جماهير النادي الاهلي في موعد مع السعاده يا فاروق. باذن الله احمد، يعني كلنا، انا عايز اقول لك والله يا احمد احنا كلنا بننقل انطباع الناس، او خلينا نتكلم يعني احنا تواجدنا في المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي لكن احنا جزء من جمهور النادي الاهلي. انت رايح في اي مكان الناس بتعرف ان انت هتبقى موجود مع الفريق، موجود مع، بتشيلك رسائل للعيبه والنبي عايزينكم تفرحونا. بقول لك الكلام اللي بيتقال لنا يعني باللغه لغه الشارع او لغه يعني كل الناس بتقولها لنا، قول للعيبه يفرحونا، احنا بنستنى فرحه لعيبه النادي الاهلي، بالنسبه لنا النادي الاهلي هي فرحه مصر كلها. فاحنا والله يا احمد احنا كلنا مستنيين اليوم ده، مستنيين الفرحه دي ان شاء الله، يعني تكمل على خير يا رب باللعيبه في كامل تركيزها ان شاء الله. لعيبه النادي الاهلي عندها كم كبير جدا من الخبرات، اللعيبه عايزه، في لعيبه هتعمل ارقام قياسيه ان شاء الله ليها في هذه المباراه. يا رب تكمل على خير يا احمد، نفرح كلنا وتبقى الفرحه مستمره باذن الله. بشكرك زميل العزيز فاروق صلاح من